من جانبه وصل فريق اتحاد بسكرة انطلاقته المميزة بحصده الانتصار الثالث تواليا، هذه المرة على حساب سريع غليزان بهدف دون مقابل وقعه هشام مختار في الدقيقة 27 من ركلة جزاء. ويبقى أبناء زيبان في صدارة البطولة بتسع نقاط، بينما يبقى سريع بثلاث نقاط من فوز واحد. التغطية لعلي رحاب. الحمد لله، يعني فوز ثالث هذا التوالي، تسع نقاط في بداية المحترف الأول. نشوف باللي النقاط هذو مهمين باش نلعبوا الحاجة الأوبجيكتيف تاعنا الإنيسيال هو ضمان البقاء. اتحاد بسكرة فاز على سريع غليزان بهدف مقابل صفر، وثلث النقاط اللي خلونا يعني نحتلوا المرتبة الأولى. ما تسجلش علينا الهدف، يعني على الاقل الهدف اللي كنا تفاهمنا قلنا ان شاء الله نو با بيرد، سي تادير ما نونكيسيوش. واش كتب ربي، نهار ماركينا زوج، نهار خمسه، اليوم واحد، ولكن الاداء اليوم كان غايب. الفوز هذا اللي حققناه امام فريق كما شفتوا سريع غليزان كان عنده مشاكل، بصح جا لهنا باش ما جاش كما يقول لك باش يخسر ولا جاي يحوس على 3 بوان. الحمد لله ربي وفقنا. كانت مقابله نقدروا نقولوا متكافئه الى ابعد الحدود، يعني نتيجه المباراه تنظن يعني كانت تقدر تكون يعني التعادل كان يكون منطقي. دخلنا المقابله بدون مركب نقص، رغم تواجد يعني 11 لاعب من صنف الرديف، وجينا 17 لاعب فقط، الا انه يعني اللاعبين يعني قدموا مردود يعني طيب، خاصه يعني تموقع تاعهم فوق ارضيه الميدان.